إذن نرحب بكم متابعينا عبر قناتنا عبد الواجد يوتيوب لأحوال الطقس نقدم لكم نشرة جوية خاصة للمناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار ليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 إذن حسب توقعات وحسب تحديثات النماذج العالمية لأحوال الطقس حيث من المتوقع أن تكون أمطار رعدية غزيرة مع تساقط حبات البرد ستشمل مناطق الدرجة الأولى البوليدة البويرة بوجبار ولي الصيف شمال الجلفة وايضا مناطق المديه وعين الدفله والبليدة هذه المناطق ستشهد امطار باذن الله تعالى غزيره أمطار أيضا خلال الفترة المسائية إلى التي تشمل المناطق الأوراس ولايات باتنا خنشلة وجبسة وولاية أم البواقي هذه المناطق ستكون منية بأمطار نذكر الرياح ستكون قوية جدا على كل المناطق الساحلية الشرقية الوسطى والغربية سرعة الرياح قد تتجاوز الخمسة وخمسين في الساعة بعض الرياح القوية أيضا على ولاية تندوف ومنطقة الصحراء ولاية بشار تصل للمناطق الغربية وشمال الصحراء والواحات الحيطة والحذر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته